أرى أن أحد هذه الشخصيات سيكون الهدف لعملية اغتيال كبيرة، وأرى أن هذه الشخصية لها تأثير كبير على القرار العسكري والأمني في هذه الدولة. قتل 18 شخصا على الأقل، بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم في منطقة كييف. زلزال عنيف يضرب منطقة تشيلي. كان هناك زلزال قوي في تشيلي والذي شعر به في مقاطعة ماندوزا. شغب مظاهرات وفوضى على أبواب قصر العدل ومحاولات لاقتحامه، والأمن الداخلي يتصدى. خلع حشد من المتظاهرين البوابة الحديدية، الأمر الذي دفع بعناصر مكافحة الشغب لمنع اقتحام المكان، فوقع إشكال كبير تطور إلى تشابك. سنرى عمل فني كبير وضخم من إنتاج عربي بيحكي قصة سلطان الطرب الرائع جورج وصوف، وهذا العمل الضخم والكبير سيحطم الأرقام القياسية. اتصدر وثائقي مسيرتي الترند على السوشيال ميديا مع بداية عرضه على شاهد في 17 نوفمبر، واللي بيتكلم عن مسيرة جورج وصوف الفنية والإنسانية. أرى أن عمل القضاء سيتعرض للعرقلة والتدخلات السياسية والضغوطات من خلال إحدى القضايا الحساسة والمهمة، ومع صدور بعض الأحكام الكبيرة التي ستثير الرأي العام الذي سنراه غادما ويتحرك إلى الشارع مع بعض القيادات والوجوه السياسية في حركة احتجاج واستنكار. منذ ساعات قبل الظهر تجمع بعض من أهالي ضحايا الرابع من آب ومعهم نواب تغييريون ومعارضون وناشطون أمام قصر العدل، تضامنا مع القاضي طارق البيطار ورفضا لقرارات القاضي غسان عويدات. سنرى نواب وشخصيات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحشود غاضبة تتجمع أمام القصر العدلي في مشاهد احتجاجية غاضبة تطالب بالعدالة وترفض التدخلات والضغوطات السياسية. ومع هذا الحشود الغاضبة سنرى قوات أمن وجيش تحيط بقصر العدل وتنتشر في المكان لضبط الوضع، وأرى أن بعض الأمور سوف تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى حدوث فوضى وبلبلة بين الحشود. احتكان وغضب وتوتر، هكذا بدأ يوم قصر العدل الطويل، حيث تجمع أهالي ضحايا جريمة المرفأ ونواب معارضون وناشطون لمواكبة اجتماع مجلس القضاء الأعلى للبت بتطورات التحقيق في الجريمة.